يا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. التغذية السليمة وخاصة لدى كبار السن تساعد على الحفاظ على الصحة والحد من تكون الأمراض المزمنة. ويعد كبار السن بالأعمار 65 فما فوق أكثر عرضة لنقص التغذية، ويوجد في أوساطهم نسبة أعلى من المشاكل الغذائية. بنرمس أكثر عن هذا الموضوع مع إخصائية التغذية سهى العالمية. مرحبا بك، حياك الله. خبريني سهى، ليش الفترة العمرية هذه الواحد من يكبر في السن لازم يحافظ على الأكل اللي بياكله؟ صح، بهاي الفترة من العمر بيصير فيه كتير تغيرات، وأهمها تغيرات فسيولوجية بتأثر على نمط الحياة على الشخص. بيصير فيه شوي تلف في الخلايا وبعض الهرمونات وبعض الأعضاء، عشان هيك بنشوف حتى أنه بيصير فيه تعب في الكلى أو في الجهاز الهضمي. كمان بتصير بهاي الفترة التمثيل الغذائي أو نسبة الحرق بتقل للناس، فبتزيد نسبة الدهون وبتقل الكتلة العضلية عند الأشخاص. بإضافة إلى العديد من التغيرات بصير عندهم فقد في حاسة التذوق، أو كمان في حاسة الشم، فبتحسيهم إنه لما بيجوا بيأكلوا بحسوا إنه ما في طعم للأكل والأكل مو بزين، فبيمتنعوا على الأكل، فبيؤدي إلى سوء التغذية. إنزين، شو هي العناصر الغذائية المهمة للمسنين؟ هلا في عدة عناصر لازم نركز عليها. أهمها إن لازم نجمع جميع العناصر الغذائية، ولازم نوزع الوجبات لهم ونحضرها في طريقة صحيحة، لأنه لازم نشوف المشاكل اللي بتواجههم وكيف لازم نعملهم الأكل. بالنسبة للمشاكل اللي بتكون بالأسنان، لازم نحضر الأكل في طريقة الأكل المطهو جدا، ونقطعه صغير، أو أنه نبشر الأكل، أو أنه نطبخه زيادة، نحط معطرات أو أعشاب على الأكل عشان يحس أنه في طعم حلو في الأكل. كمان لازم يزيد الحصص إن الحبوب والخبز والنشويات من 6 إلى 9 حصص غذائية. ناخد فواكه وألياف وخضار عشان بيصير في حالات إمساك وبيصير في نقص سوائل، حركتهم بتقل، فبيصيروا الأشخاص ما يحبوا أنه يشربوا مي أو أنه يصيروا يعملوا أي نوع من الحركة، فلازم كمان نضيف هذه الأمور. البروتينات كتير مفيدة للمناعة. كمان من عدة الأمور لازم نضيفها الفيتامينات، اللي هو فيتامين سي لزيادة المناعة، فيتامين كي للأشخاص اللي عندهم تخثر في الدم، وفي عدة مغذيات لازم كمان نضيفها. زين، شو أهم الإرشادات الغذائية عشان تحسين السلوك الغذائي عندهم؟ أهم الإرشادات إنه لازم يشربوا سوائل كتير عشان نمنع أي مشاكل في الكلى أو الجفاف. وكمان إشي إنه لازم نضيف لوجباتهم التنوع. لما نقدم الأكل لهاي الأشخاص تكون في غرفة مضيئة عشان نجذبهم ونشاركهم الأكل. ولازم كمان نسألهم على شو الأكل اللي بيحبوا يفضلوا، ما إنه خلاص نقدم الأكل وخلاص لازم يأكلوا. نشوف إيش هم بيحبوا، شو التفضيلات اللي لهم. نحاول نجمع جميع المجموعات الغذائية، ما نقدم الأكل اللزج أو اللي ممكن يعمل مشاكل في البلع. ما نقدم الأكل المعقد، الأكل السهل لهم. إنزين، في بعضهم يمكن ما يحبون يأكلون أي أكل مثل ما قلتي، صح، فتصير شوي عندهم طريقة العناد أو العصبية إنهم ما يبون يأكلون هذا الأكل. وإحنا ما يصير عنا إنه لازم نجبرهم أو نحكي لهم قول منجرب وياكم هذا أكل جديد، هذا أكل صحي، إحنا سمعنا إنه هذا الأكل كويس لإلكم ولصحتكم. نحاول نقنعهم في طريقة محببة لهم، يكونوا متعودين خلاص على الأكل قبل. أيوة، فيبون يجربون نفس الأكل لهم في هالسن. صح. إنزين، مع تقدم العمر يمكن المسنين يصابون مشاكل في النظر اللي يسموه ماي العين. صح. إنزين، هذا كيف، شو الأغذية المناسبة اللي هي ممكن الوقاية من هذا المرض؟ صح، بيصير في عدة مشاكل في العين، ماي العين، في كمان خفف بالبصر، في أكلات معينة إذا إحنا ضفناها للتغذية تبعتنا ممكن أنها تساعد بالحد من مشاكل العين. أهمها الأوميغا 3 اللي يمكن تعرف مصادرها، اللي هم السمك والسردين وبذور الشيا والكتان. كمان إشي نضيفه لازم الفيتامين ها، فيتامين جيم، وفي إشي بنسميه الكاروتينويدز اللي هي اللي بتعطي الألوان للأكل. شوف كيف البندورة لونها أحمر، أو الفلفل الحلو، أو مثلا البرتقال لونه أورنج، هي اسمها مادة الكاروتينويد. فيها مادة بتسميها اليوسين اللي هي اللي بتعطي هذا اللون للأكل، وهي بتدخل في تركيب شبكية العين. شو أهم مصادرها؟ اللي هي الذرة، الطماطم، البرتقال، الكيل، البروكلي، الفاصوليا والبازيلا. يعني هالأشياء أنا بنوصي أنه ندخلهم في الحمية الغذائية لكبار السن. إنزين، دائما الكبار في السن تحسينهم دائما يعانون من قلة النوم، دائما في قلق في الموضوع. هل الغذاء، في نوعية غذاء نعطيهم إياه ممكن نحل لهم هذه المشكلة؟ صح، في مادة من الأحماض الأمينية الأساسية اسمها التريبتوفان. هي هذه بتكون في بعض أنواع الأغذية،
مسؤول عن إرسال إشارات للجهاز العصبي إنه يخلي الجسم لما ناكلها يسترخي أو في حالة من الهدوء عشان تؤدي إلى النعاس. بيسموهم التريبتوفان. شو هم هدول الأغذية؟ اللي هم فول الصويا، مصادرها فول الصويا، لبن الصويا، الحليب واللبن إجمالا. بس بهذا العمر ما بنوصي إنه ياخذوا الحليب الكامل الدسم، ناخذ الحليب قليل الدسم عشان نمنع الزيادة في الدهون وإنه قلة حركتهم. كمان في المصادر الغذائية، السمك، الأسماك دائما بنوصي فيها، بنضيف لأنها هي أيضا من البروتينات اللي بتعطي الدهون القليلة. طبعا ممكن مصدر تساعد على النوم؟ لا طبعا اللحوم كمان ممكن تدخل بتريبتوفان وبتساعد على النوم طبعا. في كمان عدد المكسرات ممكن نضيفها، كمان ممكن مش كتير مملحة، بنوصي إن المكسرات اللي بدون ملح أو بدون أي إضافات. هاي أهم الأمور اللي هي بتساعد على النوم. توصيات تقولينها للمتابعين؟ عدة توصيات، إنهم إحنا لازم نتأكد إنهم بياخذوا جميع الحصص الغذائية والسعرات الحرارية المدروسة، ونتأكد إنه أخذوا 5 وجبات، 3 أساسية و2 وجبات اللي هي سناكس إحنا بنسميها، ما تكون عالية من الدهون، ولازم إحنا نساعدهم في تحضير الأكل ونجذبهم على الأكل. كمان عدة أمور لازم نساعدهم في عملية الحرق، إذا بيقدر يمارسوا قليل من التمارين الرياضية، ما بنجبرهم إن تكون يعني تمارين كتير طويلة، لا أشياء بسيطة نساعدهم، أشياء يتعرضوا لأشعة الشمس صباحا لأنه بيصير في فقد بفيتامين دال. الناس اللي عندهم كمان بياخذوا أدوية معينة ننسق مع أخصائي التغذية إمتى هذا الدواء ممكن أخذ معه هاي الوجبة. في ناس بياخذوا أدوية قبل إنه ياخذوا وجباتهم وهذا غلط، في لازم تعرفوا التنظيم المناسب. تنظيم يعني كل شيء يكون مدروس، ونساعدهم طبعا في هالفترة. أخصائية التغذية سهال العلمي، شكرا على وجودك اليوم معنا، وإن شاء الله يكون المشاهدين استفادوا من هذا الموضوع. شكرا لك.